بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مبارك نشرع فيه إن شاء الله تعالى بتفسير سورة الضحى. وسورة الضحى سورة مكية باتفاق، وهي من أوائل ما أنزل. وقبل أن نشرع في الحديث عنها، نبين أن الله تبارك وتعالى كان وما زال جل ذكره حفيا بأنبيائه ورسله والصالحين من خلقه. قال الله جل وعلا على لسان الخليل إبراهيم: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وممن نال هذه الحفاوة، بل نال الذروة منها، نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة المباركة التي نشرع في بيان تفسيرها ومحاسن تأويلها، نقول: ذكر أهل العلم أنها جاءت في انقطاع من الوحي، بمعنى أن الوحي أنزل أول الأمر على نبينا صلى الله عليه وسلم وتتابع قليلا ثم انفك عنه، أي أتت مرحلة زمنية اختلف في تقديرها، لم ينزل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وحي. وكان في هذا سبب، كان ذلك سببا في أن كفار قريش والقريبين منه المظهرين للعداوة له صلى الله عليه وسلم عيروه ولمزوه بانقطاع الوحي عنه، وقالوا له: إن ربك قد تركك وقلاك، بمعنى أبغضك. وكانت الحكمة في تأخر الوحي أن الله جل وعلا تعهد هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، تعهد بتربيته، فلما شعر صلى الله عليه وسلم في أول الوحي بنزول الوحي عليه، كان يجتمع في قلبه أمران: لذة الوحي والهيبة والخوف من الملك، لأنه أمر غير معهود له من قبل. فلما انقطع الوحي ذهبت مظنة الخوف، ذهب الخوف وأسبابه، وبقيت لذة الوحي ومناجاة الملك واستماع القرآن. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في قلبه بقلبه شغوفا إلى استماع الوحي كرة أخرى، عاد الوحي إليه حتى يكون تلقيه للوحي صلى الله عليه وسلم أعظم من الأول وأجل. وهذا لا ينافي أنه عليه الصلاة والسلام في الذروة من الكمال في كل أحواله، لكن التدرج سنة ربانية، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما كانوا يصنعون ما يصنعون بتعاهد الله جل وعلا لهم، كما قال الله عن كريمه موسى: واصطنعتك لنفسي، وقال جل ذكره: واصنع الفلك بأعيننا، في خطابه لنبيه ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا يعطيك الإطار العام الذي نزلت فيه هذه السورة المباركة، والمشهور أنها نزلت جملة واحدة وليس فيها شيء منسوخ. قال الله جل وعلا في صدرها: والضحى والليل إذا سجى. اشتق الاسم للسورة من صدر ما أقسم الله جل وعلا به، وهو الضحى، والمقصود به ذلك الوقت الذي ترتفع فيه الشمس ويمتد فيه النهار ويكون موطن انبساط الشمس. وهذا الوقت وقت مبارك شرع الله فيه الأضحية، التي هي ما يذبح من بهيمة الأنعام، فيقال لعيد الأضحى إنه عيد الأضحى، لأن الأضحية الأصل أنها تذبح في وقت ارتفاع الشمس في هذه الفترة الزمنية المباركة. كما أنها ليست وقت نهي للصلاة، بل بارتفاع الشمس أنذاك ينتهي وقت النهي إلى قرب زواله، أي أنها وقت للصلاة النافلة المطلقة. ويقال لمن أضحى للشمس أنه ضاحي، أي برز لها. قال الله جل وعلا في خطابه لآدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ويقال للمنطقة السكنية الخارجة عن البلدة يقال لها ضاحية، لأنها بارزة. يقال للحي السكني الخارج عن البلدة، عن المدن، عن القرى، يقال له ضاحية لأنه بارز عنها. فالضحو في اللغة بمفهومه العام هو البروز، وهذا الوقت وقت بارز، لأن الشمس فيه بارزة، ويقال الشمس في رابعة النهار، أي في ضحوة النهار على الأظهر. ثم أقسم الله جل وعلا بالليل، لكنه أقسم بالضحى من غير قيد
وأقسم بالليل بقيد، قال جل ذكره والليل إذا سجى. وقوله جل شأنه والليل إذا سجى، سجى في اللغة بمعنى غطى، وهذا يكون في حالة سكون الليل وسكون أهله واشتداد الظلام وعمومه، هذا هو الوقت الذي أقسم الله جل وعلا به هنا. وقد مر معنا وسيمر معنا كثيرا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهنا أقسم بالضحى وأقسم بالليل حال سجوه، قال جل ذكره والضحى والليل إذا سجى. لماذا أقسم جل ذكره؟ ما جواب القسم؟ قال الله جل وعلا لنبيه ما ودعك ربك وما قلى. الوداع في اللغة يستخدم لمعنيين، الوداع في اللغة يستخدم لمعنيين، يستخدم بمعنى الترك، فتقول لمن تريد أن تخاطبه دع عنك هذا الأمر أي اترك، ويستخدم للتشييع للمسافر، تشييع المسافر يسمى توديع، ولكن تشييع المسافر يكون غالبا لمن تحب وترجو أوبته، وكلا المعنيين تحتمله الآية. على الأول يكون المعنى أن ما زعمه القرشيون الكفار أن ربك تركك فهو أمر منفي، وعلى الأمر الثاني لا يكون ردا على المشركين، وإنما يكون أن الله جل وعلا عندما أخر الوحي عنك لا يسمى هذا توديعا، لأن المودع في الأصل يترك المشيع، يترك من شيعه، فأنت عندما تشيع من تحب حتى يريد السفر تقصد بتشييعك له أنك لا تستطيع أن تسافر معه، وإلا لا تصبح مشيعا له. ومن زارك في بيتك عندما تشيعه إنما لا تستطيع أن تنتظم معه في ذهابه خارج منزلك، فأنت تشيعه محبة فيه وإكراما وإجلالا رجاء عودته. لكن الله يخبر نبيه ما ودعك ربك، أي لم يكن ربك جل وعلا متخليا عنك أينما كنت أيها النبي، لم يكن الله جل وعلا متخليا عنك أيها النبي في كل آن وحين، هذا معنى ما ودعك على المعنيين، بمعنى الترك أو بمعنى التشييع. وما قلى أي وما أبغضك، وإنما حذف الضمير هنا، والأصل ما ودعك ربك وما قلاك، هذا الأصل، وما ودعك ربك وما قلاك. والكاف الواقعة ضميرا متصلا في محل نصب مفعول به، حذفت هنا للاشتهار وللعلم بها، حذفت للاشتهار وللعلم بها، هذا أحد التخريجين. والتخريج الآخر لتناسب فواصل الآيات، حتى يكون فواصل وخواتم الآيات متناسبة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والآية في مجملها تبين رفيع المنزلة وجليل المكانة وعظيم القدر لنبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه، وهذا مبحث يتذكره العلماء في كثير من المواطن، وهذا أحد مواطن ذكره، في أنه صلى الله عليه وسلم كان في مقام عظيم جليل عند ربه، وما زال حيا وميتا ويوم القيامة. أما حيا فإن الله جل وعلا خاطبه بيا أيها النبي ويا أيها الرسول، ولم يخاطبه باسمه المفرد يا نوح اهبط بسلام منا، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وهذا في القرآن كثير. وقوله جل شأنه لما طلبت قريش العذاب قال الله لهم مجيبا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، هذان دليلان، ولا ليس الموقف موقف حصر واستقصاء، وهو ميت صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم في بجسده يعيش حياة برزخية الله أعلم بها، لكن جسده في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، وهو عليه الصلاة والسلام على هذا الحال لا يملك لنفسه ولا لأحد يأتي يزوره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكنه رفيع المقام أنه صلى الله عليه وسلم وهو ميت يذكر على المنابر وعلى رؤوس الآذان، ينادى أشهد أن محمد رسول الله، كما قال حسان فذا العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه عليه. كما مر معنا في تفسير سورة القلم أن كل عمل صالح يعمله مؤمن هذه الأمة يذهب مثل أجره له صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول الله جل وعلا وإن لك لأجرا غير ممنون. أما في الآخرة فإن الله قال له عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال صلى الله عليه وسلم عن الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد صالح، وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. فهذا بعض
بعض من احتفاء الله جل وعلا بهذا العبد الكريم والنبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى العام لقوله جل وعلا ما ودعك ربك وما قلى. ثم يخبر الله هذا النبي بقوله ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى. قول الله جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى هذا وعد من الله جل وعلا لنبيه أن الله جل وعلا سيرضيه صلوات الله وسلامه عليه. لكن من الخطأ كما فهم بعض الجهال أن هذا الوعد مطلق غير مقيد. ومعنى مطلق غير مقيد يفهم البعض يقولون إننا نجترئ على المعاصي فإن سألتهم عن السبب قالوا إننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله وعد نبيه أنه سيرضيه والرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار وهذا لزوم ما لا يلزم وتركيب غير صحيح لأن رضاه صلى الله عليه وسلم إنما يصنعه موافقا لرضا من؟ لرضا ربه. وقد حكم الله على أهل الضلال بالنار أيا كانوا وحكم لأهل الإيمان بالجنة جل وعلا أيا كانوا. فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. نعم الأمة جملة أمة مرحومة برحمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يغتر جاهل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول على الإطلاق لا يرضى أن يدخل أحد من أمته النار فيتجرع على المعاصي بهذه الحجة. هذه حجة باطلة. فرضاه صلى الله عليه وسلم تبعا فرضاه صلى الله عليه وسلم تبع لرضا ربه جل وعلا. نقول ذكر الله هنا حرفان قبل الفعل، قال ولا سوف، طبعا الواو عاطفة، لكن الحرفان اللذان نعنيهما هنا هما اللام وسوف. سوف حرف تنفيس، ومعنى أن هذا العطاء سيكون متأخرا بعض الشيء. معنى سوف أن هذا العطاء سيكون متأخرا بعض الشيء، وحتى لا يقع في قلبي صلى الله عليه وسلم ولن يقع أن هذا التأخر قد لا يأتي به العطاء، قال الله جل وعلا ولا سوف، فأكدها باللام حتى يجبر قضية التأخير. التأكيد باللام حاجته نفسية بلاغية يجبر التأخير، فهذا اللام للتأكيد. فهذا الوعد الرباني لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وعد حاصل وإن تأخر، لكن هذا التأخر يتأخر لحكمة، يتأخر لحكمة. وينبغي أن تعلم أن الله لا يعجل لعجلة أحد من خلقه، وينبغي أن تعلم أن الله جل شأنه لا يعجل لعجلة أحد من خلقه. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الراضين عن الله جل وعلا، والرضا عن الله والرضا لله والرضا بالله هي مقامات الأنبياء ومن تبعهم بإحسان جعلنا الله وإياكم منهم. مما أعطاه الله جل وعلا لنبيه فرضي ما أكرمه الله جل وعلا به من الفتح في الدين ودخول الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. هذا القرآن الذي جعله الله جل وعلا معجزة له صلوات الله وسلامه عليه وخصه به من دون غيره من الأنبياء، فلا يرقى ولا يصل أي كتاب وإن كان عظيما من كتب السابقة التي نزلت على الأنبياء والرسل، لا تصل إلى أن تكون كمثل هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله جل وعلا مهيمنا على الكتب كلها. جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. أوكل الله جل وعلا إلى اليهود والنصارى حفظ التوراة والإنجيل، قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله، فأوكل الله حفظ الكتابين لهما فأضاعوها إلا قليلا. وتعهد جل وعلا إكراما لنبيه، تعهد بحفظ هذا الكتاب، وهذا من العطايا الربانية الإلهية لهذا النبي الخاتم. قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا من جملة عطاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأعظم العطايا ما يكون في الآخرة وهو المقام المحمود الذي يغبطه عليه النبيون والمرسلون. قال صلوات الله وسلامه عليه لواء الحمد بيدي ما من نبي